بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالجميع. حديثي وإياكم اليوم بعنوان العثمانيون بعد سقوط الخلافة. من أكثر الأسئلة التي ترد إلي ما يتعلق بسلالة الذين تولوا الخلافة المسلمين كالأمويين والعباسيين والعثمانيين. دعوني أكلمكم اليوم إن شاء الله عما آل إليه أمر العثمانيين، وأما بالنسبة لسلالات الدول الأخرى فلعله في وقت آخر إن شاء الله. لا شك أن أمر العثمانيين كان عظيما جدا بعد سقوط الخلافة وإعلان تركيا الحديثة وإرغامهم على الرحيل. من الأخبار أنه بعد سقوط الدولة العثمانية ذهب السلطان العثماني محمد وحيد الدين إلى مكة والتقى هناك بالشريف حسين. السلطان محمد وحيد الدين جاء إلى مكة للبحث عن مكان له ولأسرته، فتفاجأ بأن الشريف يطلب منه أن يبايع فرفض وخرج. توجه السلطان محمد وحيد الدين إلى القاهرة، فرفض الملك فؤاد استقباله أو حتى إقامته في مصر، فذهب إلى إيطاليا وأقام هناك. المشكلة أن ملك إيطاليا قال للسلطان محمد وحيد الدين: عندي 5 قصور، اختر قصرا منها هدية لك، لكنه رفض واستأجر بيتا له. وأما السلطان عبد المجيد فبعد نفيه إلى أوروبا أقام مع أسرته في مدينة نيس الفرنسية، لكنه لم يستطع أن يقيم فيها لصعوبة الحياة. توجه السلطان عبد المجيد إلى نظام الدين حاكم حيدر أباد الذي كان يعد أغنى حاكم في العالم في ذلك الوقت. وفي سنة 1931 من الميلاد تزوجت بنت السلطان عبد المجيد در شهوار أو در الملوك من ابنة حاكم حيدر أباد. وبعد سقوط الحكم الإسلامي في حيدر أباد أقامت بنت السلطان عبد المجيد مع زوجها في فرنسا حتى وفاته. في عام 1944 من الميلاد توفي السلطان عبد المجيد في فرنسا، وحاولت ابنته مرارا أن يدفن في تركيا ما استطاعت. في عام 1954 يعني بعد 10 سنوات من موت السلطان عبد المجيد زار رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس فرنسا. عرضت بنت السلطان عبد المجيد على عدنان مندريس بضرورة دفن والدها في تركيا، لما رجع إلى تركيا وأخبر الحكومة رفضت الحكومة. فلما يأست استأذنت الحكومة السعودية في دفن والدها في البقيع، فدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنة 2006 من الميلاد توفيت بنت السلطان عبد المجيد وكان عمرها آنذاك 92 سنة. طبعا 2006 الوضع تغير والعثمانيين سمح لهم بالعودة، لكنها أوصت ولديها أن تدفن في مقابر المسلمين في لندن. لما أراد السلطان محمد وحيد الدين أن يذهب إلى منفاه في أوروبا قيل له: خذ هذا الذهب وهذه الجواهر، قال: لست ممن يرتكب هذه السرقة. ولم تستطع ابنته أن تدفن إلا بعد موته بأسبوعين بسبب ديون عليه، فباعت مجوهراتها وسددت ديونه. أمينة نازك زوجة السلطان وحيد الدين عاشت فقيرة معدمة في القاهرة حتى وفاتها في سنة 1941. أحد أحفاد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني كان يعيش على بيع الصابون طرقا على الأبواب في أوروبا. أحد أحفاد السلطان الثاني عبد الحميد الثاني كان يعيش على عزف البيانو في المجر. في رحلته إلى القاهرة التقى الملك عبد العزيز رحمه الله بأحد أحفاد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، كان سائق تاكسي فأعانه بالمال. تفاجأ حاكم الكويت الشيخ عبد الله السالم بأن أحد الطباخين عنده في القصر من أحفاد السلطان عبد الحميد، فلما أراد أن يكلمه هرب الرجل. وجد رئيس الوزراء التركي السابق عدنان مندريس في فرنسا بنات السلطان عبد الحميد الثاني يغسلن الأطباق في أحد فنادق باريس. ذكر الأمير علي واصب أفندي في مذكراته أن أحد أحفاد العثمانيين لحاجته احترف لعبة الملاكمة فمات بضربة على وجهه. في سنة 1994 مات العثماني زاد محمد أورخان في فرنسا، فلم تجد زوجته من يحمل معها نعشه إلا 4 تونسيين. في سنة 1940 تزوجت فاطمة حفيدة السلطان عبد المجيد من الأمير محمد عبد المنعم ولي عهد مصر في ذلك الوقت. منذ سنة 1924 وهو تاريخ نفي العثمانيين خارج تركيا لم يسمح لهم بالعودة إلا في سنة 1949. طبعا العودة مشروطة بألا تكون هناك مطالبات بشيء من الورث والمال أو حتى اللقب العثماني نفسه. فانقسم العثمانيون بعد الإذن بالعودة إلى قسمين، قسم منهم ظل في أوروبا وقسم رجعوا لكن رجعوا كسائر الأتراك. والقسم الذي استقر في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي غيرها منهم من حصل على جنسيات تلك البلاد ومنهم من احتفظ بوثيقته.
سمحت حكومة أردوغان في سنة 2009 من الميلاد أن يدفن زاد أردوغان عثمان بجوار جده السلطان عبد الحميد. لما رجع العثمانيون إلى تركيا وتجنسوا بجنسيتها، نزع منهم اللقب العثماني وصار اسمهم بلا لقب. اليوم هناك الكثير من حفيدات السلاطين العثمانيين موجودات داخل تركيا وخارجها، لكنهن يعيشن كسائر الناس تماما. يطالب بعض أحفاد العثمانيين بقصور أجدادهم وممتلكاتهم وحدائقهم عن طريق بعض المحامين في المحاكم التركية. هذه باختصار قصة العثمانيين بعد سقوط الدولة العثمانية، وهم اليوم كسائر الناس. أستودعكم الله.